بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات تانية ثانوي، إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن نظريات تفسير تكوين الرابطة التساهمية. النظريات اللي فسرت الرابطة التساهمية: النظرية الإلكترونية للتكافؤ أو السمانيات، نظرية رابطة التكافؤ، وعرفنا في نظرية رابطة التكافؤ إن الروابط التساهمية بتنشأ نتيجة تداخل أوربيتالين ذريين، كل أوربيتال بي إلكترون مفرد بذرتين مختلفتين، كل ذرة بتشارك بإلكترون، أو بيحصل تداخل أوربيتال من ذرة بي إلكترون مفرد مع أوربيتال آخر من ذرة أخرى بي إلكترون مفرد أيضا، فتتكون الرابطة التساهمية. وعرفنا من خلال النظرية اللي هي أزواج الإلكترونات الحرة أو تنافر أزواج الإلكترونات الحرة، إن وجود الإلكترونات الحرة الغير مرتبطة بتعمل شكل معين للجزيء بتختلف فيه الزوايا. وخدنا 3 أمثلة للمية والنشادر وجزيء الميثان، وعرفنا إن الزوايا بين الروابط أو أزواج الارتباط بتبقى بتختلف باختلاف عدد الأزواج الحرة نتيجة تأثير التنافر اللي بيحصل بين أزواج الإلكترونات الحرة وأزواج إلكترونات الارتباط. هنتابع بقى مع بعض النظرية الثالثة اللي هي نظرية الأوربيتالات الجزيئية. هذه النظرية يعني افترضت أن الجزيء وحدة واحدة أو ذرة واحدة متعددة في الأنواع. نعرفين أن الذرة فيها نواة واحدة، لكن الجزيء بيتكون من كذا ذرة. هي اعتبرت هذه النظرية أن الجزيء عبارة عن ذرة واحدة متعددة الأنوية، بيحدث بين أوربيتالاتها تداخل، بينشأ عن هذا التداخل نوع من الروابط اللي هي اسمها الأوربيتالات الجزيئية أو الروابط اللي بتنشأ داخل الجزيء. وصنفوا لنا الروابط التساهمية هنا في هذه النظرية، صنفوا لنا الروابط التساهمية على أساس أنها نوعين من الروابط، رابطة اسمها سيجما ورابطة اسمها باي. الرابطة سيجما بتبقى نتيجة تداخل أوربيتال، طبعا احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن عملية التهجين، وقلنا ان في تهجين من النوع SP3 في جزيء الميثان، في تهجين من النوع SP2، في تهجين من النوع SP بس اللي هو موجود في جزيء الاستيلين او الايساين. طبعا موضوع التهجين ده يعني هنستفيد بيه في تفسير جزيئات اللي هي زي الايسيلين والاستيلين وجزيء الميثان ايضا. نوع الروابط روابط تساهمية، ولكن هذه النظرية صنفت لنا تصنيف آخر روابط التساهمية، قالت إن في نوع اسمه باي وفي نوع تاني اسمه سيجما. يبقى سيجما بيحدث نتيجة تداخل بين أوربيتالين ذريين عن طريق حاجة اسمها الرأس بالرأس. يعني إيه الرأس بالرأس؟ الأوربيتال بيبقى كمثري الشكل، له رأس وله ديل، فنتيجة تداخل الرأس بالرأس بيحصل تكوين رابطة اسمها رابطة سيجما، الرابطة سيجما. هذا التداخل تداخل قوي، لذلك الرابطة سيجما بتبقى رابطة قوية. أما الرابطة باي فبتنشأ نتيجة تداخل أوربيتال مع أوربيتال آخر عن طريق الجنب بالجنب. يعني إحنا هناخد تفسير نظرية رابطة التكافؤ اللي هو بيقول ان الرابطه بتتكون نتيجه تداخل اوربيتالين ذريين كل واحد عنده الكترون مفرد، وهنزود بقى عليه كمان حته ان لو حصل التداخل عن طريق الراس بالراس يبقى الرابطه سيجما، لو حصل التداخل عن طريق الجنب بالجنب يبقى الرابطه هتبقى رابطه من النوع باي. والرابطه باي او التداخل الجنب بالجنب اللي هو السايد باي سايد، ده بيبقى تداخل ضعيف بيسهل كسره أو فكه، لذلك الرابطة باي أضعف كتير من الرابطة سيجما. وده اللي بيفسر لي بقى تكوين الروابط فين؟ في الجزيئات بتاعة الإيسيلين والأستيلين. يعني مثلا عندنا
الأول هنتكلم عن جزيء الميثان. جزيء الميثان التهجين فيه من النوع اس بي، في ثلاث أربع روابط أو أربع أوربيتالات مهجنة من النوع اس بي 3. فبيحصل تداخل بين أوربيتال نقي من ذرة الهيدروجين مع أوربيتال مهجن من ذرة الكربون المهجنة، فبيتكون رابطة سيجما. ولذلك بصوا بقى يا جماعة، هو دايما الاوربيتال المهجن لما بيتداخل مع اوربيتال نقي غالبا بتكون الرابطه سيجما، اما الاوربيتال المهجن مع المهجن ايضا بتكون الرابطه سيجما. لو كان اوربيتال نقي مع اوربيتال نقي يبقى الرابطه باي على طول كده. فده بيتضح من الرسمة اللي موجودة في شكل 3-9 في كتاب الوزارة في تكوين جزيء الإيثيلين. الشكل ده للإيضاح بيوضح لي ذرات الكربون المهجنة التهجين من النوع SB2. زي ما انتم شايفين ذرتي الكربون كل واحدة ليها مستوى، عندها ثلاث أوربيتالات مهجنة وأوربيتال نقي اللي هو 2BZ. بيحصل تداخل بين ذرتي هيدروجين في الجنب الايمن وذرتي هيدروجين في الجنب الايسر مع الاوربيتالات المهجنه لذره الكربون، فبينشا اربع روابط من النوع سيجما. يبقى اللي على الجنبين دول، اللي على طرفي المركب دول، اللي هي بين الكربون، الرابطه اللي بين الكربون والهيدروجين من النوع سيجما. اما بين ذره الكربون وذره الكربون الاخرى في جزيء الايثيلين، فبينشأ تداخل بين اوربيتال مهجن اس بي 2 مع اوربيتال مهجن اخر اس بي 2، فتنشأ رابطه من النوع سيجما، ده مهجن مع مهجن زي ما قلنا. بينشأ تداخل بين ال 2 بي زد من ذره الكربون الاولى مع ال 2 بي زد من ذره الكربون الثانيه، هم متوازيين هم قدامكم، فبينشأ تداخل عن طريق الجنب بالجنب، وده بينشأ عنه رابطه من النوع باي. فاذا الرابطة الثنائية بين ذرتي الكربون في جزيء الإيثيلين واحدة سيجما واحدة باي، أما الروابط بين الكربون والهيدروجين فكلها من النوع سيجما. فيبقى جزيء الإيثيلين في خمس روابط سيجما ورابطة واحدة من النوع باي. كذلك فسروا لنا جزيء الأسيتيلين في شكل اللي بعد كده، برضو شكل توضيحي اللي هو 13، بيفسر تكوين جزيء الاسيتيلين التهجين هنا من النوع اس بي فقط، اس بي. فيبقى عندي اوربيتالين مهجنين واوربيتالين نقيين لكل ذره كربون، فبينشا تداخل بين ذرتي الهيدروجين وذرتي الكربون، بينشا عنه رابطه من النوع سيجما. بينشأ تداخل بين اوربيتال مهجن لذره الكربون الاولى من نوع اس بي مع اوربيتال مهجن اخر من ذره الكربون الثانيه من نوع اس بي برضه، فينشأ عنه برضه رابطه من النوع سيجما. عندنا بقى في اوربيتالين نقيين لكل ذره كربون، عندها اوربيتالين نقيين اللي هو البي واي والبي زد، فبينشأ تداخل عن طريق الجنب بالجنب، هم متوازيين توازي ده، فبينشأ عنه طريق او تداخل اسمه الجنب بالجنب، فبينشأ عنه رابطه من النوع باي. فيبقى عندي البي زد مع البي زد باي، والبي واي مع البي واي يكون رابطه باي. فيكون الجزيء مجموع الروابط بقى في الجزيء ثلاث روابط من النوع سيجما ورابطتين من النوع باي. هذا الجزيء في بين ذرتي الكربون رابطه ثلاثيه، واحدة سيجما واثنين باي، وقلنا ان الجزيء ده بياخد شكل مستقيم او تداخل خطي. هذا الجزيء الزاوية فيه 180 درجة. ده بالنسبة لنظرية، طبعا نظرية الاوربيتالات الجزيئية جاءت مكملة للنظريات السابقة. يبقى الثلاث نظريات يا جماعة مش نظرية واحدة بس هي اللي هتفسر الرابطة التساهمية، ولكن الثلاث نظريات، نظرية الإلكترونية للتكافؤ أو السمانيات، نظرية رابطة التكافؤ، نظرية الأوربيتالات الجزيئية، كلهم مع بعض كده بيفسروا لي أي جزيء تساهمي. كده إحنا يعني نهينا كلامنا عن الرابطة التساهمية.
في يعني الرابطة اللي بعد كده اللي هي رقم ثلاثة، اتكلمنا عن الرابطة الأيونية، الرابطة التساهمية، الرابطة التناسقية. الرابطة التناسقية هي رابطة بتنشأ نتيجة ظروف معينة. أولا ذرة عندها زوج أو أكثر من الإلكترونات الحرة، وذرة تانية الأوربيتال الأخير بتاعها ما فيهوش ولا إلكترون، وبالتالي تبقى واحدة عندها وفرة من الإلكترونات اسمها الذرة المانحة، والتانية عندها أوربيتال فارغ اسمها الذرة المستقبلة. هو نوع من الرابطة التساهمية، هي حالة خاصة من الرابطة التساهمية، يعني واحدة بتساهم بزوج من الإلكترونات مع الذرة اللي ما عندهاش ولا إلكترون. الرابطة التساهمية كانت مساهمة إلكترونية أو مشاركة إلكترونية بين ذرتين، يعني مصدر إلكترونات الرابطة التساهمية ذرتين مش ذرة واحدة، إنما هنا مصدر زوج إلكترونات الرابطة هو ذرة واحدة فقط، والذرة التانية بتستقبل مستقبلة، يبقى في ذرة مانحة عندها زوج أو أكثر من الإلكترونات الأخرى من الإلكترونات الحرة، وذرة مستقبلة عندها أوربيتال فاضي، وده بيتضح من الشكل 3 12 أو 3 3 12 اللي موجود في كتاب الوزارة، بيوضح لي تكوين الرابطة التناسقية في جزيء أو في أيون اسمه أيون الأمونيوم، وأيون اسمه أيون الهيدرونيوم. أيون الهيدرونيوم بينشأ عند ذوبان الأحماض في الماء. معلوم أن الأحماض عندما تذوب في الماء بتتأين إلى وتعطي أيونات هيدروجين موجبة. أيون الهيدروجين الموجب عنده أوربيتال فارغ. أما الأكسجين في الماء في جزيء الماء، وجزيء الماء جزيء تساهمي معروف وخدناه قبل كده وشرحناه، عنده الأكسجين بتاع المية بيمتلك زوجين من الإلكترونات الحرة، فاللي عنده وفرة من الإلكترونات يبقى الأكسجين هنا ذرة مانحة، أما الهيدروجين اللي عنده الأوربيتال الفارغ ذرة مستقبلة، فبيحصل إيه؟ ذرة الأكسجين بتمنح زوج من الإلكترونات لذرة الهيدروجين أو لأيون الهيدروجين الموجب. ده الأصح إن إحنا نقول بقى أيون بقى مش ذرة. فيتكون رابطة تناسقية اللي احنا بنرمز لها بالرمز السهم الصغير ده عشان نفرق بينها وبين الرابطة التساهمية. فجزيء او ايون الهيدرونيوم اللي هو ناتج من إذابة الأحماض في الماء بينشأ بين هيدروجين الحمض، ايون الهيدروجين الموجب للحمض، واكسجين الماء. الامونيوم برضو نفس الكلام، الأمونيوم بينشأ أو بتنشأ الرابطة بين البروتون اللي هو أيون الهيدروجين الموجب اللي عنده أوربيتال فارغ، وذرة النيتروجين في جزيء النشادر اللي عندها زوج من الإلكترونات الحرة، فتمنح ذرة النيتروجين زوج الإلكترونات للبروتون اللي هو أيون الهيدروجين الموجب مكونا أيون الأمونيوم اللي هو NH4 وعليه إشارة موجبة. لذلك إحنا بنعتبر أن الرابطة التناسقية حالة خاصة من الرابطة التساهمية أو من المساهمة الإلكترونية. دي الروابط الكيميائية اللي بتتكون عندنا، اللي هي الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية والرابطة التناسقية. أما الروابط الفيزيائية فهي أو أول ما هناخد منها الرابطة الهيدروجينية. الرابطة الهيدروجينية بتتكون إزاي؟ الرابطة الهيدروجينية عندما تقع ذرة هيدروجين بين ذرتين أعلى منها في السالبية وتشترك مع إحداهما برابطة تساهمية أو ترتبط مع إحداهما برابطة تساهمية قطبية زي جزيئات الماء. جزيئات الماء حضرتك يعني لو جيت تاخد أو تملى كوباية ماء من الحنفية، هي المية بتنزل جزيء جزيء؟ طبعا لا، بتنزل كمادة متماسكة كده. طيب كوباية المية دي فيها مثلا آلاف الآلاف من الجزيئات بتاعت المية، مرتبطة ازاي مع بعضها؟ لو جينا نشوف كده الأكسجين أو جزيء الماء عبارة عن H2O، يعني في ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين،
فبنلاقي ان في ذره هيدروجين واقعه بين ذرتين اكسجين، بترتبط مع الاكسجين برابطه تساهميه قطبيه، تقوم عامله مع الاكسجين بتاع الجزيء الاخر رابطه اسمها الرابطه الهيدروجينيه او القنطره الهيدروجينيه. التعبيرين صح، القنطره الهيدروجينيه او الرابطه الهيدروجينيه بين جزيئات الماء، وده متوضح في الشكل اللي هو 2 14. الرابطه بتتكون ازاي؟ بين هيدروجين احد جزيئات الماء واكسجين من الجزيء الاخر، والرابطه هنا عاملينها نقط كده منقطينها، يعني مش رابطه، مش خط متصل. ليه؟ لان مش تساهميه، ده رابطه هيدروجينيه عباره عن استقطاب يا جماعه، يعني قوه جذب بين الاكسجين اللي بيحمل الشحنه السالبه الجزيئيه اللي السالبيه الكهربائيه بتاعته عاليه، وبين الاكسجين اللي هو اقل سالبيه وبيحمل شحنه موجبه جزيئيه. بيحصل هنا عمليه استقطاب بين الجزيئات، قوه جذب. قوه الجذب دي بنسميها الرابطه الهيدروجينيه او القنطره الهيدروجينيه، لان هي بتعمل زي جسر كده او قنطره بين الجزيئين بتوع الميه. مش بس في جزيء الماء، لا، في جزيء النشادر، في روابط هيدروجينيه، في جزيئات، كل الجزيئات القطبيه اللي فيها هيدروجين، التساهميه القطبيه اللي فيها هيدروجين بتعمل روابط هيدروجينيه بين مين؟ بين الجزيئات وبعضها البعض. وبيرجع شذوذ خواص الماء، يعني ارتفاع مثلا درجه غليان الميه، درجه غليان الميه كمركب تساهمي، درجه غليانها 100، دي خاصيه شاذه بالنسبه لمركب تساهمي، كتلته الموليه كتله صغيره، يعني حوالي مثلا 18 جرام لكل مول لو حسبنا الكتله. نيجي مثلا لغاز زي H2S، ما هو فيها هيدروجين اهو، وفي فرق في السلبيه الكهربائيه بين الكبريت وبين الهيدروجين، ولكن بنلاقي ان كبريتيد الهيدروجين اللي كتلته الجزيئيه 34 جرام لكل مول، درجه غليانه سالب 61 درجه. يبقى الميه اللي كتلتها 18 درجه غليانها 100. كبريتيد الهيدروجين اللي هو الجزيء التساهمي برضه زي الميه وفيها هيدروجين، كتلته الجزيئيه 34 ودرجه غليانه سالب 61. فطبعا ده راجع لايه؟ ده طبعا حاله شاذه بالنسبه للميه، راجع لوجود الروابط الهيدروجينيه بين جزيئات الماء وبعضها البعض. الرابطه الهيدروجينيه بتحتاج لطاقه عاليه عشان نتغلب عليها ونكسرها ونخلي الميه تغلي. كذلك جزيئات النشادر في بينها روابط هيدروجينيه. جزيء النشادر بيرتبط مع جزيء النشادر الاخر عن طريق روابط هيدروجينيه، ولكن لو قارنا بين درجه غليان مثلا النشادر ودرجه غليان الميه، لا، درجه غليان الميه اعلى. الله، طب ما الجزيء ده فيه رابطه هيدروجينيه والجزيء الثاني برضه فيه رابطه هيدروجينيه، ايه الاختلاف؟ قال لك الاختلاف هنا بقى بنرجع للفرق في السالبيه الكهربيه بين الاكسجين والهيدروجين وبين النيتروجين في جزيء النشادر والهيدروجين في الجزيء الاخر. فاذا هنلاقي ان الفرق بين الاكسجين والهيدروجين بين جزيئات الماء اكبر من الفرق في السالبيه الكهربيه بين النيتروجين والهيدروجين بين او في جزيئات النشادر. فكلما زاد الفرق في السالبيه الكهربيه بين الذره وبين ذره الهيدروجين، هنلاقي ان قوه الرابطه الهيدروجينيه بتزيد، تزداد تبعا لذلك درجة الغليان، وده بيفسر ارتفاع درجة غليان جزيئات الماء عن درجة غليان جزيئات النشادر، رغم ايه؟ ان كلاهما بيحتوي على رابطة هيدروجينية. من الروابط الهيدروجينية ليها اشكال مختلفة، وده بيتضح من اللي هو الشكل اللي هو هنقول عليه اللي موجود في كتاب الوزارة الشكل 2-15. الشكل ده بيوضح ان ممكن تكون الروابط الهيدروجينية على خط مستقيم كده، مستقيمة، وممكن او شكل شبكي مفتوح، وممكن شكل حلقي مغلق زي جزيئات ال HF، وممكن شكل سلسلة مستقيمة أو سلسلة على هيئة زجزاج كده زي الشكل الموجة كده. في
فيها قمم وكعاب، فممكن تاخد أشكال مختلفة، ده على حسب قوة أو الفرق بين الذرتين في السالبية الكهربية. تاني نوع من الروابط الفيزيائية الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية طبعا معروف أن الفلزات أو المعادن يعني بتميل إلى فقد إلكتروناتها الموجود في المستوى الخارجي، ولو رجعنا بمعلوماتنا كده للترم الأول ده بيرجع إلى كبر أنصاف أقطارها وصغر السالبية الكهربية بتاعتها. كبر أنصاف أقطار هذه العناصر اللي هي الفلزات اللي موجودة في أقصى يسار الجدول، كبر أنصاف أقطارها بتجعل إن قوة الجذب بين الأيون بين النواة الموجبة وإلكترونات المستوى الخارجي اللي معروفة باسم إلكترونات التكافؤ بتبقى ضعيفة جدا، وبالتالي بيحصل إن قوة الجذب لما بتضعف بتبقى الإلكترونات في المستويات الخارجية عندها حرية في الحركة والتنقل داخل الشبكة البلورية للفلزات. الفلزات مواد صلبة لها شبكة بلورية أو لها شكل بلوري بتتجمع فيه الذرات وبتكون لي شكل بلوري يختلف من عنصر إلى آخر. فالشبكة البلورية دي بيحصل فيها انتقال أو تنافر بين الإلكترونات الحرة الموجودة في المستويات الخارجية لذرات الفلز، فبيبقى عندها سهولة في الحركة والتنقل، وده بيعزي إليه أو بيرجع إليه التوصيل الكهربي لهذه العناصر. الفلزات جيدة التوصيل التيار الكهربي ليه؟ لأن إلكتروناتها عندها حرية في الحركة والتنقل من ذرة إلى أخرى، بخلاف الفلزات اللي بتتميز بصغر نص قطرها وإنها رديئة التوصيل للتيار الكهربي. فالتوصيل الحراري والكهربي راجع لحرية انتقال الإلكترونات الموجودة في المستوى الأخير للذرة، اسمها الإلكترونات الحرة. نرجع بقى لتكوين الرابطة الفلزية، بتتكون إزاي بقى الرابطة دي؟ نتيجة السحابة الإلكترونية اللي بتعملها الإلكترونات الحرة الموجودة في الشبكة البلورية للفلز. عشان الفلز يعمل شبكة بلورية بتتجمع الذرات جنب بعضها، فالإلكترونات الحرة اللي هي سهلة الفقد الموجودة في آخر مستوى بتتجمع مع بعضها وبتعمل لي حوالين الأنوية بتاعت هذه العناصر، بتعمل لي حواليها نوع من أنواع السحابة الإلكترونية اللي هي بتمنع التنافر بين الأيونات الموجبة للفلز. طبعا الفلز لما بيميل لفقد الإلكترونات الحرة بتحول لأيون موجب، فهذه السحابة الإلكترونية بتعمل إيه؟ لما تتجمع الأيونات الموجبة جنب بعضها بيحصل تنافر قوي جدا، فدي بتقلل قوة التنافر، فدي بتخلي الفلز ذراته متماسكة شوية في الشبكة البلورية. فهذه السحابة الإلكترونية للإلكترونات الحرة الموجودة في المستوى الأخير لذرات الفلز معروفة باسم الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية بتقوى وتضعف حسب عدد الكترونات المستوى الاخير للذره، فاذا كانت الذرات عندها مثلا ذرات الفلز عندها الكترون واحد فبتبقى يعني زي الصوديوم مثلا، فبيبقى الصلابه بتاعته يعني مش قويه قوي، بيبقى لين، ممكن يعني بصوابعي اشكله زي الطين الصلصال كده. فالصوديوم لين ليه؟ لوجود الكترون واحد، وده بيؤدي الى ضعف الرابطه الفلزيه. فالرابطه الفلزيه يا جماعه هي مقياس الصلابه عندنا، والرابطه الفلزيه قوتها بتعتمد على عدد الكترونات المستوى الخارجي، كلما زادت عدد الالكترونات كلما ترتفع قوه الرابطه فيزداد الفلز في الصلابه وترتفع معاه درجه الانصهار، فدرجه انصهار الصوديوم مثلا 98 درجه مئويه. المغنيسيوم عنده الكترونين في المستوى الخارجي، ده طري. هو في فرق بين اللاين
الطري اشد شويه من اللين، ده الصلابه بتاعته بتؤدي الى ارتفاع درجه الانصهار عن الصوديوم اللي عنده الكترون واحد 650 درجه. الصوديوم كان كام؟ 98 درجه. شوف الفرق قد ايه. بيرتفع الالومنيوم بقى اكثر صلابه من المغنيسيوم والصوديوم. ليه بقى؟ لان عدد الالكترونات الحره الموجوده في المستوى الخارجي 3 الكترونات، ده بيؤدي الى ارتفاع برضو درجه الانصهار بتاعه الالومنيوم الى حوالي 660 درجه مئويه. طبعا يبقى اذا طلعت انا بمعلومه مهمه، انه كلما زادت عدد الالكترونات المستوى الخارجي لذره الفلز كلما زادت قوه الرابطه الفلزيه، كلما زاد الفلز في الصلابه وزادت معه درجه الانصهار. ان شاء الله كده احنا خلصنا انواع الروابط والباب الثالث، وان شاء الله المره الجايه باذن الله تعالى هنتكلم عن الباب الرابع بقى، وهنتكلم عن مجموعات بعض مجموعات الجدول الدوري. فهناخد مجموعة من الفئة S اللي هي المجموعة الأولى وهندرسها بالتفصيل، وهناخد المجموعة الخامسة من الفئة B وهندرسها بالتفصيل. وطبعا أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله، مع تحياتنا لأسرة الكمبيوتر كاملة على مساعدتنا في إيصال بعض المعلومات إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.